تقدمهم. مرحبا بكم مشاهدينا ومتابعين شفتي في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الجديدة. في الموضوع لأثار ضجة في المواقع التواصل الاجتماعي اليوم باستضافة ديال حمداد عبد الرحيم اللي غادي يشرح لنا الوضع اللي غادي فيه مستشفى محمد الخامس في القطاع ديال الولادة اللي عندهم فيها واحد الخلل. يعني بالنسبة للناس كيمشيو من مدينة الجديدة إلى مستشفى الهاروشي باش أنهم يتلقاو العلاج ديال الاول وديال الاطفال ديالهم. يعني بغينا نعرفوا الخلل فين كاين، بغينا نعرفوا الظروف اللي خلات المستشفى محمد الخامس عنده النقص هذا. غنعرفوا من الدكتور حمداد عبد الرحيم. سي عبد الرحيم مرحبا بك اول حاجه. شكرا. اسم الصفه ديالك اولا كنشكر من هذا المنبر قناه شوف تي في، ونجد سعيد باللقاء بكم لتوضيح الرأي العام، المغالطات وتوضيح الصورة. فيما يخص سؤالكم أن قسم الأطفال، هذا القسم هو شاغر منذ تقريبا سنة، غادروا المستشفى منذ يزيد تقريبا سنة، فكان على الإدارة أن يكون الهاجس قبل المغادرة أو نشوفوا طيب الأطفال علاش غادروا. في الوقت الراهن هناك نقل تعسفي بدون سابق انذار، بان كانت المديره على الاقل تستاشر معايا وتعيط لي مع طبيبه الاطفال او اطباء الاطفال باش نشوفوا الصيغه اللي نقدروا نخدموا بها، ونكون هنا توافق وجمع جميع الاطباء ديال المستشفى بما فيهم الاطباء اللي كنسميهم ديال ديبارتمون مير اونفون، لانهم اقرب لابيدياتري مني انا، لان عندهم اطفال الخداج كاين ثلاثه زائد جوج يعني خمسه في لو ديبارتوم، يعني هما مؤهلين باش يشرفوا على قسم. وديك الساعه غتكون تشاور، ملي يكون تشاور عاد ديك الساعه نلقاو الصيغه او الاداره عندها الصلاحيه الكامله لانتقاء احد الاطباء ليشتغل في هذا. وثانيا ما غاتخداش مراعاه الملف الطبي ديال شوك كل شخص، لان لابيدياتري هي حساسه، ف ان رطب اطفال يجب ان تكون فيه الحراسه 24 ساعه على 24 ساعه، والطفل وان حساسي، وان الدوله ما فاتئت انها كدير جميع المؤهلات لنقص من عدد الوفيات الاطفال. هناك برنامج حكومي وبرنامج وزاره الصحه اللي بذلت فيه جميع المجهودات باش تخفف من وفاية الأمهات والأطفال. إذا نفاجأ أننا كنا خدام في واحد المكتب اللي ما كانش فيه حتى شي مشكل، بعد ما أن الإدارة ألحت أننا نخدموا في ذاك المكتب. ذاك المكتب وضعناه في الطريق الصحيح بدون أي خطأ مهني، بدون سابق إنذار. وخا الإمكانيات كانت منعدمة في ذاك المكتب، منها جميع الأدوات، يعني واخا كتحاور مع الاداره كتحرمك من الحراسه الامنيه، كتحرمك من فورنيتور بيرو، كتحرم هنا هناك يعني ضاجه واحد السابقه انذاريه باش غيكون هذا النقل تعسف. واذا نفاجئ بان هذا لانوت سيرفيس قبل ما تحولك، يعني انا اول حاجه ما وصلتنيش، داز تحت الطابله كما كيقولوا، ولحد الان لم اتوصل بها باش على الاقل اما ارفضها او نقبلها. الشيء خطير، يعني هذه الإدارة
ما يمكنش لشي إدارة سابقة كانت كتعامل بهذا التعامل لحد الآن. هذه مغالطات اللي كنقولوها حيت حنا حاربنا شي حوايج اللي ما عجبوناش، اللي كندافعوا على المنظومة الصحية اللي والورش الملكي الكبير في إطار الصحي، واللي تقريب الخدمة الصحية من المواطن لأنها حق دستوري في الصحة. هذا هو اللي كاين. وحنا فتحنا قنوات الحوار مع الإدارة، لكن نفاجأ بواقع مرير أن تسدوا علينا جميع قنوات الحوار، مما جعلنا أننا آخر درنا وقفة احتجاجية. سؤال سؤالك دكتور الحمدان، يعني هذا كلام ديال بعض الناس اللي كيقولوه وانا نجاوب عليه. نعم. كيقولوا ان علاش الدكتور حمدان ما بغاش يخدم في المستشفى العمومي رغم انكم اديتوا القسم كباقي الاطباء في التخرج ديالك؟ انا جاوبتك، انا ماشي انا كنت خدام، يعني لاشتي لي ستوريك ديالي خدمت في المستعجلات كطبيب، ما عمر كانت عندي شي حاجه ماشي مشكل، ما عمري دفعت شي شهاده طبيه. ومن بعد خدمت كرئيس قسم المستعجلات، ومن بعد خدمت كرئيس قسم كوفيد، ومن بعد عيطت لي الإدارة أنني نخدم مكتب الشوايد، يعني كنلبي النداء دائما، ولكن في إطار قانوني وإطار الحوار وإطار هذا. لكن أفاجأ مع هذه الإدارة الحالية أن الأمور جد مختلفة بدون سابق إنذار. كتجي كتسمع أنك تحولتي لبيدياتري وما تلاقيتش مع البيدياتر الصغار، مع العلم أن عندي ملف طبي ما غاديش نزاول لاكارد كما كيقولوا الحراسه، يعني خص الناس اللي مؤهلين. ثانيا خص الحوار مع الجميع. اطباء راه غو ديبلوم راه كتعني الاطباء، هذا خطا ما يمكنش الاداره ديرو في اطار القانون الداخلي للمستشفيات. انت بين عشيه وضحاها كانك كتجي كتسمع انك في البيدياتري، شيء مفاجئ. الله يرضي عليك. وكيفاش الصيغه؟ واش انت مؤهل؟ واش عندك ملف طبي؟ واش عندك كذا؟ وكيفاش الصيغه غتخدم؟ راه اطفال هذا. واش غادي نلعبوا بحياه اطفال؟ ما يمكنش. اعطينا المؤهل وعطينا العادات، لان كاغد هذيك غادي تكون، وعطينا التكوين. هذا التكوين ما تجيش السلام عليكم طفل. هذا اطفال حساس. يعني خاصك واحد التكوين يكون دقيق باش يمكن لك تباشر الاطفال وارواح الاطفال. راه فلدات الاكباد، راه الانسان يسمح في راسه وما يسمحش في ولده. سؤال ثاني غادي نسولو لك، يعني علاش ديما المستشفى محمد الخامس عنده هاد المشاكل؟ دابا نقص في الطب ديال التوليد، والناس كتمشي للهيروجي باش تعالج الاطفال ديالها. هذا مشكل كبير. حنا كنقولوا علاش هاد الاطباء ديال الاطفال هاجروا للمستشفى بعد ما كانوا الاطباء ديال الاطفال وكانت المصلحه غاده، ولم يتم تعويضهم، وحنا غنتعوضوا باطباء عام اللي ما عندهمش تكوين. هذا ما يمكنش اللي نديروه. يعني فين هو هنايا الدور ديال مندوبيات الصحه؟ يعني فين هو الدور ديالها ملي ما كاينش الامكانيات ديال الاطباء؟ هذا هو السؤال المطروح. ماشي الطبيب اللي ما غاديش يخدم، الطبيب موجود باش يخدم، لكن إدارة ما عطاتكش وما تحاورتش معاك وخلاتك معلق. انا كتواجد بشكل مستمر في المستشفى كنتسنى حوار، اذا واحد النهار جات عندي طلع الفوق كانني سيكيريتي، طلع الفوق ماشي حوار جاد ديال مسؤوله عن مستشفى اقليمي بهذا الحجم. يعني اللي خاص يعرفوا الناس هو ان الدكتور حمد عبد الرحيم كيتسنى غير المشاورات بطبيعة الحال، واش غنقبل على في اطار داك الشيء ما يخوله لي تكويني اولا، ما يخول لي الحاله الصحيه ديالي، ما يخول لي بزاف الحوت. كاين مشاورات حيت المستشفى ما فيهاش الدكتور حمداد عبد الرحيم، ما تكون شي مكان شاغر نصيفطوه، ياخذوا بعين الاعتبار هاد السنوات اللي درنا فيها مجهودات، هاد السنوات اللي خدمنا فيها. احنا ماشي ضد اننا نخدموا، جينا باش نخدموا، لكن مع كامل الاسف ما خلاوناش نخدم. ولكن دكتور حمدان، يعني واحد السؤال النقاش، يعني رغم انك انت يعني طبيب عام، يعني ما شفتيش الازمه اللي وقعت في مستشفى محمد الخامس ديال ان خاص الطب ديال الاطفال، دابا رغم انك تشوف الناس جايين من نواحي ديال الجزيره كيطلعوا حتى لمدينه الدار البيضاء الهروشي،
يعني واش تقدم واحد المساعده بما تم المشاوره ديالك؟ انا كنقول لك المساعده الا كانت في يدي ما عنديش مشكل. المساعده راه كتطلب مجهودات كبيره، راه على الاقل خاص جوج اطباء ديال الاطفال على الاقل، خاص الاستمراريه، خاص واخا يكون واحد لاكارد ديال الناس على الاقل اربعه ولا خمسه الاطباء، خاص يكون برنامج، خاص يكون تكوين. راه ما غاديش نضربوا الشمس بالغربال، ماشي شنو ما كانش غير نبقاو نتفلاو على الناس، لا، هذوك اطفال اللي كيخصهم واحد المجهودات طبيه جد دقيقه، بمعنى ان خاص التكوين، خاص اطباء يكونوا يشرفوا ديال الاطفال، خاص تجربه، خاص ثانيا ان الاطباء اللي كاين في الديبارتمون هما خمسه، كنقول لك خمسه هما اقرب ان يكونوا في هذا المكان، لان كاين الناس اللي تكونوا في الاطفال الخدج، يعني الاطفال الخدج والاطفال ما كاينش شي فرق، هي يعني غادي يكونوا زعما اقرب للتكوين. علاش كان استثناء وانت يعني تصفيه حسابات، ما كنشوفوش من جانب ان حنا ما كرهناش ان نزيدوا بالمستشفى وطب الاطفال. السؤال مطروح، علاش غادروا هاد الناس الاطباء اطفال؟ او اسباب شخصيه يعني ديالهم، يعني ما تعرفش يعني ما يمكنش اسباب حدية. لا ما يمكنش اسباب شخصيه، راه واحد واخا يكون غادي يخدم الوطن ديالو، ما يمكنش انا عوزك ماشي في طب الاطفال، الاطباء كلهم هاجروا للمستشفى، راه كنسمو النورولوجي غادي يمشي في حاله، كاين النورولوجي غيمشيو في حالهم، كاين اطباء ديال التروماتو مشاو في حالهم. هذا هو السؤال المطروح، علاش هاجروا هاد الاطباء؟ حيت بحال شفنا مؤخرا انا وصلت بزاف الحوايج في مستشفى محمد الخامس، يعني التغييرات ديال السيده الموليه في مستشفى محمد الخامس، ولكن هاد بطبيعه الحال هاد التغيير اللي وقع لك نتايا، يعني واش ما كاينش شي سبب؟ علاش شي سبب رئيسي اللي خلاته انها تغيرت من تما؟ لا، هاد السبب بغينا نعرفوه، هي تخرج لنا وتقول لنا علاش؟ كتقول ما كاين حتى حاجه، ولكن غادي نصيفطك هنا، حيت قبل ما تصيفطك كاين واحد الحوايج اخرين، تحيد السيكيوريتي يعني التامين ديال المكتب، تحيدات الكاميرا من تما، ادوات لي فورنيتور البيرو ما كاينينش، حاشاك ميم المرافق الصحيه ما كايناش، اذا كاينه واحد السابقه قبل ما تدخل هذه البادره، مما يدل ان انا مستهدف. ودغري في الامر ملي تعينت كاتب محلي للنقابة للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للشغالين المغرب، كانت هاد ردة الفعل، بما يدل أن ردة فعل بما أكثر من هي أنها شاغل في إطار مرض الأطفال، لأن ما عندناش مرض الأطفال، كاين بزاف المرافق خصهم يتحلوا، عندنا لي بلوك الناس كتسنى، عندنا طب الاطفال ما كاينش، عندنا نورولوجي واحد غادي يمشي، عندنا تروماتو، عندنا الكاسترو وحده، عندنا يعني هاجس كبير. حنا كنطلبوا فينا هو الاصلاح، حنا غيورون على المنظومه، حنا راه ما عندناش مشكل مع وزاره الصحه، وزاره الصحه راه دايره جميع المجهودات، لكن حنا عندنا مشكل مع التسيير المستشفى والاحتقان، حتى الانسان ما بقاش مرتاح يخدم في هذا المستشفى، لانك يتعاملوا معك كانك ماشي ما عندكش واحد الاطار مقنع ديال سميتو والنظام الداخلي للمستشفيات اللي كينظم هذه المنظومه اللي كتخدم بها، كتشوف انت انك تحارب بجميع الوسائل. واش كاين شي واحد لانني في يدي انا راه بغيت نخدم هذا الوطن وبغيت انني نكون بيدياتر وكلش، ولكن على الاقل استشاري فين غادي تلقى راسك، فين التكوين، وشنو الطريقه باش غنشتغلوا، واش حمد هذا هو اللي موقف لابيدياتري؟ ما يمكنش. اين هو الطبيب العدال اللي غادي يخدم تحت الاشراف ديالو وغيشوف هذا الشخص واش يتاهل، عنده المؤهلات ولا لا؟ فهمتيني؟ السؤال الاخر اللي غنسولك، يعني كنظن هاد الوقفه اللي درتي مؤخرا اللي عرفها الجميع، واش كنظن ان هي حل لهذا المشكل اللي وقع مؤخرا؟ هاد الوقفه ماشي في الاطار ديال المشكل ديالي، في تراكمات مشاكل اللي قلت لك كاع قنوات الحوار تسدات، كنشوفوا ادوات اليه العمل، كنشوفوا تسيير اللي ماشي هو ذاك في المستشفى، كنشوفوا ان الشارع يعني الجديدي السؤال اللي كيتداول في المقاهي وفي الشارع ان انتم وليتوا كتسرقوا المرضى،
والسلسله، احنا نطالب من هذا المنبر ان هاد الناس يتعاقبوا. هناك اطباء مزورين ولا كنسمعوا حنا هادشي، وحنا عندنا الغيره على هذا القطاع. إيه كيف يعقل انك تخدم في هذا المستشفى وفي التراكمات ديال المشاكل؟ وكاين الاحتقان، كاين السرقه، كاين اطباء مزورين، كاين هذا. حنا نناضل من اجل هذا الفساد. هي كان فات هذا الشيء كامل. واش هذا الوقفه يعني رغم انك تحل يعني المشكل ببسط الحوايج وتحاول دير المسائل ديال القانونيه، واش كتظن الوقفه هذه اللي شفناها مؤخرا، واش كتظن هي سبب الحل ديال المشكل ديالك؟ هي باش رفعنا صوتنا لاعلى سلطه باش نشوفوا ما آل عليهم الاوضاع في المستشفى. مغارات شخصية لا يهمنا أن ذاك المكتب ولا غيره، يهمنا أن نخدمه في إطار مقنن، إطار يسوده الحوار، يعني القانون داخل المستشفى يطبق على الجميع، ما يكون استئذان، يعني ما يكونش استهداف الأشخاص دون غيرهم. أنا ولي كنحصر إدارة وسط إدارة، ما بقيناش عندنا قانون، كاع ما كنعرفوا راسهم مع الخدام. بدا تكوين ديال اطباء عامين اللي يقدر يساعدوا، وقلنا الحل راه كاين في الديبارتمون اطباء اخرين اللي مكونين ديجا، ما غاتسناليش التكوين. انا الا بغات لي التكوين خصني واحد 6 شهور ولا شي ولا عام باش نقدر نعطي في البيدياتري، ولما ما نعطيتش غنولي غير بوش تخو ونكذب على المواطن. لا ما يمكنش، انا الحاجه اللي ما نعطيش فيها خاصني نتكون فيها. فاقد الشيء لا يعطيه. عفوا.